طيب خلينا نشوف دلوقتي رأي الشارع، ومعانا كده فيديو صغير خلينا نشوفه سوا. في نقاد موضوعيين وفي نقاد مش موضوعيين بصراحة، بس هو ما بيظهروش يعني غير في البرامج اللي في التلفزيون، وبيطلعوا ينقدوا بس الممثلين او كده، او اللي هو يبقى الضيف في البرنامج، اكتر من كده ما اعرفش يعني. لا، وانا شايف جانب موضوعي وجانب نقدي ملوش لازمه خالص. في منهم بيبقى موضوعي، في منهم بيجامل، وفي برضه ممكن يبقى يعني بيحقد على حد او كده، يعني بيقول حاجات مش موجوده فعلا في الفيلم مثلا اللي حصل، او عن الممثل اللي بيتكلم عليه. اكيد بتتبني على رشاوي وفلوس، ده اكيد مليون في المية. ده رأي ناس من الشارع في النقد الفني أو في النقاد. أنت رأيك؟ بص، أنا هقول لك، في صورة ذهنية مش بس للنقاد، للصحفي الفني. اللي هو في لعبة الست، لو أنت فاكرة الفيلم بتاع زمان. طبعًا. أين ترعرعت سيدتي؟ نعم. كويس، وكان بيكتب لسيدته عايزة يصدر له الناس. مع الأسف إن الصورة الذهنية دي جزء منها موجود بالمناسبة، ولكن لها مصداقيتها بشكل او باخر ايضا في الشارع. يعني حضرتك شوف مثلا، انت لو في فيلم نزل انت كتبت على طول مقاله تقول لهم الفيلم ده وحش، تفتكر الناس مش هتروحه حتى لو النجم محبب للجمهور؟ الحقيقه لا، الناس كتير بتعتقد كده، وده مش صحيح. ده يعتبر قوه النقد، لكن ده مش صحيح. الناس فاكره انك لو كتبت ضد الفيلم فانت بتوقف سوق الفيلم ده. غير صحيح. طب بتنتقده وحش ليه؟ انت لا تتوجه لصناع الفيلم. نعم. انت بتتوجه للجمهور، شفت الفيلم تقول رايك. عندك جزء قطاع من القراء بيصدقوك، اوكي، لكن انا لا اتصور ان في نقد تهاجم فيلم والفيلم الناس ما راحتوش بناء على النقد، لم يحدث. الفيلم الناس بتروحه اذا حبه بعيدا عن الكتابه، والعكس ما تروحوش اذا هي شايفاه انه منفر. طيب. مش بيدعوها انها تروح. طيب.